هذا هي فشة الخلق، إهداء إلى المخابرات السورية. أنا بحب المخابرات السورية أكيد. كتير كتير حبايب قلبي، مشان هيك جايب في واحد اليوم صديقنا. خليكم تسمعوا صوته وأنتوا تعرفوا هدول يعني المخابرات كتير بيحبوا لهذا الشاب. يلا يا أخي أهلين يا أخي، الله يلعن روحك يا حافظ. احكي لنا هيك بوجهة نظر عن مشروعك الجديد بس يسقط النظام. على مشروعك شو حتعمل؟ يا سيدي احنا ناويين انه قبر حافظ الاسد نقدمه استثمار لشركه ابولو على ابرك يا حافظ. ابولو رابطه ايه قابضه 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 برعايه ابو سعيد، ايه على انه نعمل شويه اوتيلات، شويه منتجعات، كم مطار، كم ملعب جولف، مدينه القرداحه، ونظبط الاوضاع كلها يا اخي هنيك، خلي هالشعب السوري يشتغل. المي على حسابنا ولا حسابكم؟ لا سيدي شوف، لا هي اللي بده يجي يشخ على مؤاخذه، احنا بنعمل عرض كامل. يعني اني نط مية بقين او فيجي او دريكيش مع كاسه متي ونشخ على ابرو بدولار. حلو. بهالثروه الوطنيه احسن من ابار النفط وابار البترول. طب استاذ ابو زهير، تتوقع انه يتم نجاح هذا المشروع بكثافه يعني؟ يا سيدي احنا اول سنه ضامنين له انه يعني ما يقارب المليار دولار. اوكي. يعني مليار شخص، عائلات، اطفال، كله حفاضات، حتى صهاريج برعايه زكريا الكللي، صهاريج تبعنا هي. الله زكريا الكللي من الناس المهمين بالمشروع. واللام يعني طبعا الدعايات مستلمتها شركه جيمي اوس كمان. والشباب الطيب يعني ما بيقصروا، ومطرب الحزانه مطرب الحزانه ابو عذاب ان شاء الله. طيب بس بدي اسالك انا، شو رايك بالثوره المصريه؟ كونك اجيت لهون لعنا انت وصقر وعملت لنا هالزيارة الجميلة، شو رايك بالثورة المصرية هيك بشكل بسيط؟ يا بيدي مصر، مصر ام الدنيا. اي أيوة والله ام الدنيا. معيش فكة يا بيدي، معيش فكة يا بيدي. وفي ايه في ايه في ايه، وشعب الانبساط وشعب الفرفشة ومصر ام الدنيا. وان شاء الله هيك مثل ما عنده الرئيس منتخب يكون عندنا احنا ان شاء الله رئيس منتخب كمان، والله هيك يكرمنا ويكرمهم يخلصنا ويخلصنا. احنا مو رئيسنا مو منتخب يا اخي؟ طبعا منتخب بنروح بالدم نلعب روحك يا حافظ. 99% يا اخي عم يعطوا لنا من يا اخي احنا ما عندنا حكومه، قائدنا الابد يحمر بيت الاسد. بس طيب بتختموا لنا الموضوع بغنيه مع ابو عذاب صقر حمص؟ والله هو اللي بده اياه. يلا سوا. يلا ابولو 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 يا حافظ، أبولو 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 وأبرك يا باسل، أبولو وأبرك يا أنيسة، أبولو وأبرك يا بشار وفندر علي، أبو ربي طويلة أبو ربي طويلة أبولو عبرك يا باسل. شو رأيك تتغني وأنا أصير أتصل؟ لا. كلمة أخيرة حسين جبري أبو زهير توجهها للشعب السوري، وبعدين كلمة أخيرة توجهها للمخابرات السورية. والله أول شيء الله يصبرهم يا رب ويقويهم يا رب، ويا ريت احنا تحت، والله مو طالع بايدنا. انا من جهتي والله مو طالع بايدي، وكان نفسي انزل لتحت بس والله ما باليد حيلة. والمخابرات السورية ان شاء الله بنقول يا رب الله يحشرهم مع بشار الاسد ان شاء الله. يعني الله يحشرهم معه، وكل واحد بحبه الله يحشره معه. ايه والله. وكل واحد من حبكجي الله يهديه او الله يوقعه بايدين الجيش الحر. وشكرا وشكرا شكرا لك. عاشت سوريا يا صدق الاجساد.